هذا وقد أكد المقدم طبيب نناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بأن التجارب السريرية على اللقاح المحتمل لفيروس كورونا والتي وصلت إلى الأسبوع السابع هي تجارب مدروسة بعناية وتصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم للخروج من الجائحة. أشاد المقدم طبيب مناف القحطاني بالتفاعل الشعبي والرسمي الكبير مع التجارب التي أثبتت للعالم بأن مملكة البحرين كبيرة بتكاتف الجميع، ومعربا عن ثقته بنجاح البحرين في هذه التجربة للمساهمة في إنقاذ البشرية.